إذن معلومة اليوم تتعلق بالتقادم في الشغل. دكتور مرحبا. أهلا وسهلا. المادة 395 من مدونة الشغل اللي سبق لي وشرت إليها بمجموعة من المعلومات. أش كتقول هذه المادة 395 من مدونة الشغل؟ هذه المادة مهمة جدا لأنه بزاف ديال الناس كتضيع الحقوق ديالهم حيت ما تيكونوش كيعرفوا هذه المادة. هذه المادة تقول تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية. يعني باش ما نعقدش الأمور نبقى غير في هذه الجملة هذه حيت راه هذه راه تبارك الله فيها بزاف ما يتقال. تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل الفردية. يعني تتقادم بمرور سنتين يعني كتصبح هذاك الحق في حكم العدم إلا دز عليه سنتين من تاريخ الاستحقاق ديالو. يعني أي أجير عنده علاقة شغل مع المشغل ديالو عنده شي حق من الحقوق ديالو سكت عليه لمدة سنتين من النهار اللي كيستحق داك الحق، إلا سكت عليه سنتين ما عمرو طالب به وما خداش كيتقادم بمضي سنتين، يعني كيضيع له. هذا هو اللي كنسميوه الفرنسية لا بريسكريبسيون. إذن نعطي أمثلة. مثلا عندك العطلة ديالك، كنت خدام في واحد الشركة وفوق ما كتقول لهم عطيوني العطلة تيقول لك اودي راه ما كاينش دابا اللي خدام، دابا عندنا الطلبيات بزاف وكاين الضغط وكاين الموارد البشرية شوية ناقصة والخدمة مطلوبة، ودابا خليت من بعد حتى من بعد. انت كتلقى راسك ما خديتيش، حنا دابا في 2022 ما خديتيش 2022 وما خديتيش 2021 وما خديتيش ديال 2020 وما خديتيش ديال 2019. إذن ملي كتوقف واحد النهار تقول لهم صافي ما غاديش نتنازل هذا الحق دابا، بغيت العطلة ديالي اللي كانت سال ديال هاد الربع سنين. كيجي المشغل تيقول لك اودي الفصل 395 تيتكلم على التقادم ديال سنتين. إذن 2019 ضاع لك، 2020 ضاع لك، بقى لك 2021 و 2022. ولو المشغل هو اللي رفض يعطي العطلة دكتور؟ خصني نثبت. إذن عندي حق ديال العلاوة ديال الأقدمية كتسمى بالفرنسية لا بريم دونسيانتي. من بعد ملي كندوز عامين كيخص تعطى لي تزاد لي في الأجر ديالي 5% ديال الأجر ديالي المؤدى. ملي كندوز 5 سنين الأقدمية في شركة خصهم يزيدوا لي 10% من الأجر المؤدى. إذن أنا دوز 5 سنين وكنعاينهم يعطوني ديك الزيادة ديالي في الأجر ما عطاوهاليش. كنقرب كنقلب ورقة الأجر ما لقيتش الزيادة ديال 10%. إذن كنعينو الشهر اللي موراه غادي يعطيها لي، الشهر اللي موراه غادي يعطيها لي، داز عام وما عطاها ليش. إذن إذا زدت عين عام آخر راه الأقدمية ديال 50 اللي كنستحقها في ديك العامين اللي داز عليها عامين كتموت. يعني غناخدها غير في السنوات اللي ما دازش عليها عامين، اللي حقي مازال ما دازش عليها عامين. يعني داك العام الاول والعام الثاني اللي دازو ما غناخذهاش، ولكن العام الثالث غادي نطلبها والعام اللي قبل منه. يعني ما خصنيش الحق ديالي يدوز عليه عامين. اذن اي حق من هاد الحقوق، واحد السياره كانت عندي وخداوها لي، السياره ديال الخدمه او ديال المنصب ديالي وخداوها لي، الا دازت عامين وما احتجيتش على داك السياره اللي خداو لي وما هضرتش عليها صافي مشى الحق ديال المناقشه والمنازعه في داك السياره اللي تحرمت منها. اذا حوادث الشغل ايضا دكتور، الناس اللي كيتعرضوا للحوادث وكيبقاو ينتظروا. ما خضعش لهذا الفصل هذا بوحدها. نعم. عندها النص القانوني ديالها بوحدو اللي كيتكلم على التقادم اللي هو 5 سنوات. اذا حيت حوادث الشغل، لا التصريح في ظرف عامين ولا 5 سنين دكتور؟ لا التصريح، اما المطالبه بالتعويض راه 5 سنين تقادم ديال 5 سنوات. وهذاك النص من النظام العام يعني عنده خاصيه بوحدو. إذن هاد الحقوق هادي كيفاش يمكن لي أنا حشمت ما بغيتش ندابز مع المشغل ما عطانيش العطلة ديالي ولكن ما بغيتش ندابز معاه، لو وقفت أنا وياه يمكن ندابزو يمكن يطردني يمكن. إذن غادي نصيفط له رسالة مع الإشعار بالتوصل، يعني ملي كنكون كنتعاملو داخليا داخل المقاولة بداك النظام المعلوماتي كنصيفطو الرسائل الإلكترونية، وخصني غير نثبت بأن الرسالة اللي صيفطت توصل بها المشغل ديالي او المسؤول او الموارد البشريه توصلوا بها وقراوها، توصلوا بها التوصل هو اللي عندي مهم انهم توصلوا بديك الرساله. الا توصلوا بها
كيبدا الاجل من ذاك النهار ديال عامين كيجري من جديد. اذن تيمكن لي نخلي حتى بعد عام ونص ملي كدوز على حقي والشو ما عطاوهليش غنصيفط رساله مع الاشعار بالتوصل، كتبدا من ذاك النهار اللي توصلوا بداك الرساله كتبدا عاوتاني عامين جديد ديالي، كنجدد هذاك الاجل ديال التقادم ديال سنتين. وهكذا دواليك اي حق كان غادي يضيع لي من نشوف بان راسي بقيت نفقد الامل ما غيعطيني شيء، نحفظ الحق ديالي بالكتابه. يا اما بهذه الطريقه الالكترونيه اللي تكلمت عليها او لا رساله كنصيفطها ونعطيها للكتابه ديال المدير الموارد البشريه كيطبعوا لي عليها على نسخه ديالي كتبقى عندي الاشعار التوصل وكنحفظها عندي. نهار بغيت نهضر على حقي غادي نتحاسب مع هذاك الشيء كله لانه ما تقدمش حيت جددت انا الاجل ديال التقادم اللي هو ديال سنتين. ممكن المشغل الدكتور يقول لك انا الايميل ما شفتوش ما وصلنيش. لا هو يتوصل. توصل. المهم انك ترسل. التوصل. دابا هضرت على شي حوايج اللي هي بسيطه ونسيت المهم جدا هو الفصل عن العمل. راه حتى الدواء ديال الفصل عن العمل تتقدم بسنتين. نعم. الى ما جاتك شي واحد الرساله اللي فيها سقوط الحق اللي كيصيفطك المشغل ديالك تيقول لك انت مطرود انت مفصول عن العمل وعندك اجل ديال 90 يوم لتناقش هذا القرار او تنازع فيه امام المحكمه. 90 يوم. هذاك 90 يوم اجل سقوط الحق ماشي تقادم الحق، يعني داك 3 شهور ما كيتقطعش. 3 شهور مشيتي للمحكمه تطلب حق طالب حقك ما مشيتيش في 3 شهور سقط الحق ديالك. الا ما كتبتش انا هذه الرساله وفيها 90 يوم كتخضع للمبدا ديال او القاعده ديال سنتين التقادم. نعم شكرا على معلومات اليوم. دائما كنذكر مستمعينا كل الحقوق اللي كتعلق بالشغل تتقادم بمرور سنتين عامين. وتابعونا في شهر الخير ورمضان كريم. أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.